مرحبا بحضراتكم مرة تانية. امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وأكد سيادته على دعم مصر لجهود تعزيز السلم والأمن في الصومال والقضاء على الإرهاب سعيا لتحقيق التنمية المنشودة. قال كمان أنه زيارة الرئيس الصومالي إلى بلده الثاني مصر بتعبر عن عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين. خلينا نتكلم عن أهمية هذه الزيارة دلالتها في هذا التوقيت. معانا السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بك معنا في صباح الخير. صباح الخير وأهلا بحضرتك وبسيادتك والسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني نتكلم عن هذه الزيارة، هي بالطبع زيارة هامة لها رسائلها لها دلالتها، لكن في البداية خلينا نتعرف من حضرتك ونعرف السادة المشاهدين عن أهمية العلاقات المصرية الصومالية. يمكن هذه العلاقات هي علاقات ممتدة تجاريا من أيام الفراعنة، سياسيا تحديدا وقت استقلال الصومال في 1960، وثقافيا أيضا. فخلينا نتعرف من حضرتك على أهمية هذه العلاقة. الصومال لا شك دولة ذات أهمية استراتيجية بالغة بالنسبة للأمن القومي المصري والأمن القومي العربي والأفريقي، بحكم موقعها الاستراتيجي على مدخل البحر الأحمر وخليج عدن. مفهوم الأمن في هذا الإطار بيشمل أساساً الأمن في البحر الأحمر، وإحنا نعلم تماماً أن هناك تم استحداث منظمة جديدة هي مجلس الدول العربية والأفريقية المتشاطئة على البحر الأحمر، والتي تضم 8 دول منها مصر والصومال والسعودية والأردن واليمن وأريتريا وجيبوتي. هذا المجلس بيهتم أساسا بموضوعين رئيسيين هما الأمن والتنمية. النقطة الأخرى طبعا أن الصومال بحكم هذا الموقع لها أهمية أيضا في النواحي الاقتصادية والتجارية، بجانب البعد التاريخي اللي حضرتك أشرت إليه والبعد التجاري برضو في من الناحية التاريخية، لكن هناك اهتمام كبير جدا بموضوع الجانب الاقتصادي والتنموي. أود أن أشير ربطا بهذا الأمر أن موضوع الأمن مرتبط أيضا بتوفير المناخ الآمن والمستقر في الصومال حتى تحدث التنمية. هناك مشكلة رئيسية تواجه الصومال في هذا الصدد، وهي نشاط بعض المنظمات الإرهابية في الصومال وهي حركة الشباب الصومالية، وهي نشيطة للغاية خاصة في فترة ولاية الرئيس الصومالي السابق فارماجو، وسيطرت على كثير من المدن وكانت بتصل في عملياتها إلى العاصمة مقديشو. الرئيس الجديد طبعا ورث، هو كان رئيس سابق في الفترة من 2012 إلى 2017، وفي الفترة دي شهدنا نوع من الاستقرار أكثر والازدهار أكثر وحد من النشاط الإرهابي، لكن في الفترة التي تلت رئاسته آنذاك الوضع انعكس، وكان هناك أوضاع سياسية متأزمة، أوضاع اقتصادية متدهورة، علاقات اجتماعية فيها صراع وتداخل عشائري بين العشائر بعضها البعض. الرئيس الجديد في هذه الزيارة أنا بعتبر أنها خطوة ستنطلق إلى علاقات أكثر دفئا، تنامي وتعاظم في كافة المجالات، لأنه هو عنده مشاكل رئيسية، هو موضوع الأمن ومكافحة الإرهاب. وهنا الأمن يعني زي ما أشرت بيشمل منطقة البحر الأحمر، وأيضا يشمل الأمن في مواجهة حركة الشباب. عنده مشكلة تتعلق بإجراء مصالحات داخل الصومال بين العشائر والقبائل والقوى السياسية التي كانت في صراع مستمر أثناء فترة حكم الرئيس السابق. عنده مشكلة أيضا إنسانية أو اجتماعية، وهي وجود حالة من الجفاف تؤثر على ما يقرب من حوالي 3 مليون مواطن صومالي، بجانب الثروة الحيوانية. هناك أيضا مشكلة التنمية في حد ذاتها. الصومال للعلم يعني يمكن كثيرين لا يعلموا أن الصومال لديه موارد طبيعية ضخمة جدا، فهو أولا من حيث الثروة البحرية الصومال لديها أطول سواحل بحرية في أفريقيا حوالي 3330 كيلومتر. هناك لديها ثروة حيوانية أيضا ضخمة وإن كانت قد تأثرت بحالة الجفاف. لديه ثروة تعدينية
لديه يورانيوم ولديه غاز ولديه بترول ومعادن أخرى، لكن لم يتم استثمارها ولم يتم الإعلان عن وجود مستثمرين، ربما بنتيجة الظروف الأوضاع الداخلية في الصومال. نعم سيادة السفير، يعني نتحدث عن يعني دولة لديها رئيس أمامه العديد من التحديات، ربما أهم تحدي موجود يعني مثل ما حضرتك ذكرت هو تحدي تحقيق الأمن والسلم الداخلي بالصومال ومكافحة الإرهاب، وهذا التحدي أيضا الذي أكد عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس أثناء المباحثات الثنائية، أن مصر تدعم الصومال في مواجهة الأفكار المتطرفة وفي مواجهة أو تحقيق السلم والأمن، وربما هو الاستراتيجية المصرية والدبلوماسية الرئاسية تحديدا ودبلوماسية الخارجية المصرية في دعم الأشقاء تحقيق السلام في كافة الدول وتحديدا إفريقيا منذ أن كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للاتحاد الإفريقي. ماذا ستقدم مصر للصومال خلال هذه المرحلة ونحن لدينا تجربة رائدة في القضاء على الإرهاب والأفكار المتطرفة بمصر؟ أنا أود أن أشير إلى نقطة يمكن لم أتطرق إليها عندما تحدثنا عن موضوع الأمن، لأن تم في هذه الزيارة ومن قبل أيضا موضوع الأمن المائي، وأنه جزء لا يتجزأ من الأمن القومي بصفة عامة، وكان هناك توافق بين الرئيسين على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يتعلق بعملية الملء والتشغيل في سد النهضة. أود أن أشير نقطتين هامتين في هذه النقطة. أولا أن التصرفات الأحادية التي تمارسها أثيوبيا وفرض الأمر الواقع في موضوع سد النهضة للأسف الشديد تم ممارسته بالنسبة أيضا مع الصومال ومع كينيا ومع جيبوتي ومع إريتريا. هناك أنهار دولية بين الصومال وبين أثيوبيا وأيضا بين الدول الثلاث الأخرى، أقامت أثيوبيا عليهما سدود بشكل أحادي وفرض أمر واقع وسببت أضرار لهذه الدول. ومن هنا نجد أنه في هذه المباحثات بصفة خاصة وفي كافة اللقاءات التي تمت بين الرئيس السيسي وبين زعماء عرب أو حتى في اجتماع جدة الشهير بين الولايات المتحدة وقادة دول الخليج والأردن والعراق ومصر، تم الإشارة إلى موضوع سد النهضة والأمن المائي والتصرفات الأحادية وفرض الأمر الواقع وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم. هذا الموقف نجده موجود في كافة الزيارات والتحركات التي قام بها السيد الرئيس سواء على المستوى الأوروبي أو المستوى الأفريقي أو المستوى العربي، سواء في إطار علاقات ثنائية أو في إطار علاقات متعددة. هنا أشرت إلى ما يتم أيضا مع الرئيس الصومالي على خلفية التجربة مع الصومال وعلى خلفية ما هو قائم حاليا بالنسبة لسد النهضة. ما الذي يمكن أن تقدمه لمصر في هذا الصدد؟ هي بتدعم الأوضاع الأمنية في الصومال. هناك علاقات كما أشرت ربما من قبل، كان هناك علاقات ذات طابع أمني وعسكري بين الصومال ومصر، وخاصة فيما يتعلق بالقوات المسلحة وقوات الشرطة. أعتقد أن هذا الأمر سيتم إحياؤه بشكل أكثر جدية وبشكل أكثر فاعلية، باعتبار أن الأمن القومي المصري والأمن القومي الصومالي وفي إطار الأمن القومي العربي والأفريقي بيتطلب دعم الصومال في هذا الصدد. أود أن أشير أيضا إلى تصرف أمريكي ربما يجي في هذا السياق. أمريكا لأول مرة منذ تولي الرئيس بايدن وعقب موقف بتاع ترامب أرسلت 700 جندي أمريكي إلى الصومال في منذ بضعة أشهر قليلة، وهذا مخالف تماما للسياسة الأمريكية التي يتبعها بايدن وأيضا ما كان يتبعه ترامب، وهذا يدل على أن الأوضاع الأمنية في الصومال وفي منطقة البحر الأحمر مسألة بتحظى باهتمام كبير وبدور مصري محوري، خاصة وأن هناك قواعد عسكرية في جيبوتي، حوالي 8 قواعد عسكرية لأكثر من دولة وتجمع، منها الصين والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا واليابان والسعودية، بالإضافة طبعا إلى القواعد المتحركة في البحر الأحمر وهي في شكل أساطيل، سواء كانت أساطيل أمريكية أو غير أمريكية. ومصر لها أسطول موجود في الجنوب، جنوب البحر الأحمر، لاعتبارات
أمنية تتعلق بالأمن والاستقرار فيه. إذن العلاقة في المجال الأمني والمجال العسكري مع الصومال لابد أنها ستشهد تطورا إيجابيا لمواجهة حركة الشباب، خاصة أن مصر لها دور أيضا في مكافحة الإرهاب في القرن في منطقة القرن الأفريقي وفي منطقة الساحل. منطقة القرن الأفريقي هي منطقة بتشمل الصومال، وبالتالي هذا جزء من استراتيجية مصر دعم الصومال مثلما تدعم الدول القرن الأفريقي في مواجهة الإرهاب. طيب سعادة السفير، يمكن كمان من ضمن آليات القضاء على الإرهاب محور التنمية. عايز أعرف من حضرتك إيه الدور اللي ممكن تلعبه مصر في هذه النقطة تحديدا في الصومال، وبرضو واحنا بنتكلم عن ملف السياسة عامة لازم يكون في مصالح مشتركة، إزاي ده ممكن ينعكس على مصر بعد ذلك؟ هو طبعا الصومال مرت بمرحلة كما أشرت من قبل، يعني كان في أوضاع سياسية متأزمة، أوضاع اقتصادية متدهورة، أوضاع اجتماعية فيها صراعات عشائرية وليست قبلية. أحب دايما نؤكد أن الصراع في الصومال هو صراع عشائري وليس قبلي، هناك فرق. الأوضاع دي طبعا خلت الصومال في مرحلة من المراحل دولة فاشلة أو قريبة من أن تكون فاشلة، ثم تحولت إلى دولة يقال أنها دولة هشة، والآن بتتعافى وتتقدم بعد أن تم إنشاء مؤسسات سياسية بشكل ديمقراطي سليم وبدعم من جانب دول عربية وأفريقية والأمم المتحدة، فضلا عن دور مصري أيضا في هذا الصدد من خلال مجموعة الاتصال الخاصة بالصومال. الصومال لديها موارد ضخمة وتحتاج إلى استثمارات بالدرجة الأولى، خاصة في مجال البنية التحتية واستثمار في ثروات الطبيعية التي لديها. تم إنشاء مؤخرا بنك مصر في الصومال، وأعتقد أن هذا البنك سيطلع بدور في مجال الاستثمار كبير جدا، وربما يكون أيضا في إطار تعاوني مع دول الخليج لدفع عملية التنمية أو البداية أو البدء في عملية تنمية مستدامة في الصومال تراعي ظروف الصومال وأوضاعه. المصالح المشتركة ستنشأ بالطبع من أن المشروعات التي يتم تنفيذها في الصومال لابد أن يكون لها عائد لصالح الطرفين وليس لصالح طرف واحد، وإن كان في البداية بالطبع سيكون لصالح الصومال حتى يمكن أن يقف على رجليه في المجال الاقتصادي. طبعا ده بيؤكد على دور أيضا المؤسسات الدولية، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والقوى الكبرى التي تتنافس مع الصومال على الثروات في الصومال، ونحن نعلم أن هناك بعض الدول أو القوى الإقليمية التي لها نوايا غير مواتية للتواجد العربي والتواجد المصري، وليس خافيا أنها تركيا وإيران، لأن تركيا لها نفوذ ودور داخل الصومال بدرجة كبيرة. نحن نعلم أن هناك قاعدة عسكرية تركية موجودة في الصومال فيها حوالي 450 جندي كلفت 150 مليون دولار، هناك ما يقرب من حوالي 15,000 أو أكثر من 15,000 صومالي موجودين في الجامعات التركية، وتحاول تنشر اللغة التركية، لها دور كبير في المجال الصحي، هناك أكبر مستشفى يمكن في منطقة ما هي مستشفى تركية تم إنشائها مؤخرا. من هنا في المجال التنموي بؤكد على دور مصري تم الاتفاق عليه وبإلحاح وبشكل عاجل في مجال التعليم ومجال الصحي. مصر لها تجربة تاريخية مشهودة في وجود عديد من المدارس المصرية في الصومال، وأعتقد في عهد الرئيس عبد الناصر تقريبا كان في كل مدينة في مدرسة، وما زال حتى الآن هناك بعض المدارس. أعتقد أن هذا الأمر سيحظى باهتمام كبير، وهو مجال بناء القدرات، بناء القدرات وتحديث النظم الصحية وتوفير اللقاحات بالنسبة للصومال، وأيضا فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية. نحن نعلم أن هناك حالة جفاف تضر بحوالي ما يقرب من أكثر 3 مليون صومالي في أشد الحاجة إلى المساعدات في المجال الغذائي والمجال الأمن الغذائي. أعتقد أن مصر ستكون لها دور كبير في تنمية الموارد البشرية وفي تنمية البنية التحتية للصومال والاستثمار في قطاعات إنتاجية عديدة، ربما كما أشرت بالتعاون سواء مع دول عربية في الخليج مثل الإمارات والسعودية، وأيضا في التعاون مع مؤسسات دولية أو إقليمية. ده طبعا كمان مرتبط
بما أشرت إليه مجلس الدول العربية والأفريقية المتشاطية على البحر الأحمر، لأن الهدف الرئيسي لهذا المجلس شقين: الأمن والتنمية. هذا هو الميثاق الخاص بهذا المجلس، وبالتالي سيكون هناك تعاون من جانب مصر في إطار هذا المجلس في مجال الأمن ومجال التنمية، وأيضا بالتعاون مع السعودية ودول المتشاطئة على البحر الأحمر. يعني هما محوران لا ينفصلوا عن بعض، فكرة مكافحة الإرهاب، وفي ذات الصلة أيضا نتحدث عن المحور التنموي لأهميته حتى لا يعود الإرهاب مرة أخرى. وربما كانت هذه الزيارة مثلما ذكرت سيادتك سعادة السفير هي زيارة تحمل الكثير من الدلالات العربية والإفريقية، وتبرهن على دور مصر الرائد في المنطقة الإفريقية واهتمام مصر مرة أخرى بالمنطقة الإفريقية والبعد الإفريقي. سعادة السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، بنشكر حضرتك يا فندم على وجودك معنا في صباح. أنا اللي شاكر هذا الحوار، شكرا جزيلا حبيب.